أحسن الله إليكم. تقول: أتى عندنا بعض أقاربنا وكان منهم ابن عمي، فأمرنا والدي أنا وأخواتي بالكشف أمامه والأكل معه، وعندما رفضنا بسبب الدين هددنا والدي فاضطررنا للكشف، كشف وجوهنا وأكفنا، فهل نحن آثمات في ذلك؟ وماذا نعمل إذا تكرر مثل هذا؟ نعم، أنتن آثمات في ذلك، كشف الوجه والكفين أمام ابن العم، لأنه أجنبي وليس من المحارم. وأما أن والدكم يأمركم بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعليكن بالامتناع، ومعصية والدكن بهذا الأمر لأنه محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. فعليكن بالامتناع من كشف الحجاب أمام الرجال الأجانب من أبناء العم وغيرهم. نعم.